So it's an open championship. We'll be calling the fillies according to the catalog number, younger followed by elder. بطولة مفتوحة وبالتالي سوف يكون دخول المهرات الأصغر تتبعها الأكبر. Okay, ready to start with filly number 13. نبدأ مع المهرة رقم 13. First to go, number 13. Next filly number 14 اللي بعدها رقم 14. Next is 14. Next filly number 19 اللي بعدها رقم 19. ونستقبل الآن آخر المهرات مؤهلة رقم 23 last qualified filly number 23. So, can we have all the qualified fillies back to the arena? 13, 14, 19, and 23. تعود المهرات مرة أخرى إلى أرض الميدان وهي بطولة مفتوحة. كل حكم يقوم بتحديد اختياراته من دون التشاور مع الحكام الآخرين. إذا تم اختيار أو ترشيح المهرة لتكون ذهبية تحصد 4 أصوات، والفضية ترشيحها أن تكون فضية تحصد صوتين، والبرونزية تحصد صوت واحد، وتكون البطلة الذهبية هي الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات. بالتوفيق للجميع. It's an open championship. The judges will do their preferences individually without discussing with each other. If the judge nominates the filly as a gold champion, then this filly will get 4 votes. If it was nominated as silver, it's 2 votes. If it was nominated to be bronze, then it's 1 vote. And then the gold champion of the junior fillies championship would be the filly that got most votes. Good luck.
مع هذه المرات الجميلة وهي تمشي الآن مدللة ومعطرة بالرياحين. المهرة منوت اللي ما يبدل سواها، إذا قبلت هيبت شيوخ وسلاطين، وإذا دبرت غار الزهر من حلاها، وإذا ضحكت تضحك معها ملايين، وإذا زعلت كل يدور رضاها، وإذا حضرت ترجح جميع الموازين. يا حي والله عطاها، يا أخوك ما مثله من الغيث شكلين، هذه هنا روحي وهذه جواها، هي المهرة اللي تعجب القلب والعين، أصيلة من حسن ربي بهاها من صغرها، ما دوجت في البساتين، مصيونة من طيب راس قناها مدللة ومعطرة بالرياحين، منوة اللي ما يبدل سواها. بالتوفيق للمهرات وللملاك. Enjoy the beauty of those fillies until we announce the result. Okay, Feliz handlers, can you go back to the warm-up arena and wait until you hear your number, inshallah. تعود المهرات والعارضين إلى أرض الإحماء بانتظار النتائج. بالتوفيق للجميع. This program is offered by
بسم الله أعزائي، حسمت النتيجة ونبدأ بإعلان البطلة البرونزية، وهي المهرة التي تحمل رقم 23. منى سمجد is the bronze champion number 23. أما البطلة الفضية أعزائي silver champion is فيلي نمبر 19. فرح سمجد بطلة فضية، مبروك لأكرم شعيب. البطلة الذهبية ladies and gentlemen, the gold champion. ألف مبروك لمربط الأصيل وجليتا number 13 gold champion. ألف ألف مبروك للبطلات وللملاك. يتفضل السيد داني غصن مدير المهرجان بتتويج جوليتا أف أس. مبروك لمربط الأصيل الذهب gold champion number 13 she is جوليتا owned by الأصيل استاد. والفضة نبارك فيها للمهرة رقم 19 فرح سمجد، مبروك للمالك سيد أكرم شعيب سيلفر تشامبيون نمبر 19 فرح سمجد. Congratulations to Mr. أكرم شعيب. ونبارك البرونز للمهرة رقم 23 منى سمجد، مبروك لمربط سمجد برونز شامبيون نمبر 23 منى سمجد. كونغراتيليشن تو سمجد ستاد.
ألف ألف مبروك للبطلات والملاك، ونشكر سيد داني غصن. كانت هذه بطولة المهرات، نستعد لبطولة الأمهار. Congratulations to the champions: gold Julieta, silver Farah Samjad, bronze Mona Samjad. That was the junior Philly.